مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. هذا الاخوه اللي كيشوفونا اول مره، كنتمنى انكم تشتركوا معنا في القناه وتدعمونا باللايكات ديالكم وبالتعليقات الهادفه اللي كتشجعنا على الاستمرار في النشر عبر قناتكم قناه حسن سوسيال. تماشيا الاخوه الكرام اخواتي الكريمات، مع التعليقات ديالكم ومع الطلبات ديالكم، فاحنا كنحاولوا ما امكن اننا يعني نوفر لكم يعني الاجابه على التساؤلات ديالكم الوارده في التعليقات. فاحد المتابعين الاوفياء ديال القناه طلب مني يعني واحد الطلب كما كتشوفوا هنايا في هذا التعليق اللي في الصوره، انني نعمل له فيديو خاص بكيفاش نعمل له تغيير الرقم السري ديال الحساب ديالنا في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. فكاملين اخواني الكرام اخواتي الكريمات، كما كنعرفوا انه كاين امكانيه تغيير الرقم السري ديال الحساب ديالنا، لان اي شخص يعني خاضع او مسجل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فهو عنده رقم ديال الماتريكول، رقم التسجيل، وعنده رقم سري يعني كيف باش يمكن له يدخل يشوف الوضعيه ديالو، وضعيه الملفات، وضعيه التعويضات العائليه وما الى ذلك من البيانات اللي كيخصو يطلع عليها بين الفينه والاخرى. فهاد الامكانيه هذه اخواني الكرام، يعني هاد المساله هذه صالحه الناس اللي هما العمال غير الاجراء التانيس اللي هما خاضع نظام المساهمه المهنيه الموحده ديال الضريبه، او الناس ايضا العمال الاجراء اللي كيشتغلوا في الشركات وفي القطاع الخاص. فهاد الطريقه اخواني الكرام يعني صالحه لجميع هاد الفئات ولجميع الناس اللي عندهم حسابات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الناس المؤمنين اللي عندهم يعني التغطية الصحية أو مسجلين في الضمان الاجتماعي بصفة عامة، يعني كلهم يعني عندهم الإمكانية أنهم يستفدوا من هاد العملية ديال تغيير الرقم السري. فباش ما نطولش عليكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات، يعني بعد ما كندخلوا الحساب ديالنا بالرقم ديال الماتريكول وبالرقم السري كتطلع معنا هاد الصفحه هذه كما كتشوفوا. حنا الهدف ديالنا اننا ما نبينوش البيانات الشخصيه، كما كتشوفوا كنمشيو نهم في القائمه اللي كتكون على اليسار مي كوردوني، يعني البيانات ديالي كنمشيو كنزلو اننا فهاد كنكليكي هنا كتبنى هاد الصفحه هذه، هاد سو موني، يعني القائمه المنسدله فيها جوج ديال الاختيارات، كاينه اوردوني بيرسونيل وكاينه شونجي لو مودو باس. كما كتشوفوا هنايا حنا غنكليكي هنايا على شونجي لو مودو باس، معذره ندخلو نعاود ندخلو للحساب ديالنا. كما قلنا كنمشيو لهنا كنمشيو شونجي لو مودو باس. فكما كتشوفوا هنايا اخواني الكرام اخواتي الكريمات، هنا كيعطينا ندخلو اونسيان مودو باس الرقم السري الاول القديم، ومن بعد كنديرو كنوليو ندخلو الرقم السري الجديد في الخانه الثانيه، وكنوليو ناكدو في الخانه الثالثه. اذا كما نعودو في البدايه كنمشيو كما قلنا لهنا الميكوردوني ديال الاولى، ومن موراها كنمشيو كتنسد لنا جوج ديال الاختيارات من القائمه، كاينه كوردوني بيرسونيل وكاينه شونجي لو مود باس. ان شاء الله غادي نديرو فيديو اخر يعني اللي كنشرحوا فيه يعني كيفاش نديرو التعديل في البيانات، سواء التعديل في رقم الهاتف او رقم الريب ديال الحساب البنكي وما الى ذلك في البيانات الشخصيه، العنوان ديال السكن ايضا يمكن نغيروه من هذه الخانه، ولكن حنا في هذا الفيديو هذا ان شاء الله غادي نخدمو فقط على شونجي لو مود باس، يعني تغيير الرقم السري ديال الحساب الشخصي ديالنا. كما قلنا كنكليكي هنايا في شونجي لو مود باس كتطلع معنا هذه الصفحه هذه مباشره. كما قلنا نعاودو كنديرو هنايا اونسيان مود باس، هنا كنديرو نوفو مود باس، وهنا كنوليو عاوتاني نكونفيرميو داك لو مود باس، ومن بعد كنختارو كنكليكيو على فاليدي. كما كتشوفو هنايا فاليدي، وكيتبدل المود باس، ولكن كتسد هذه الصفحه هذه كتغلق، وكيولي يطلع لنا الحساب الجديد اللي ندخلو بالمود باس الرقم السري الجديد. فشكرا لكم ايها المتابعون الكرام، وحنا ان شاء الله غادي نواكبكم، وان شاء الله غادي نجاوبوا على جميع التساؤلات ديالكم اللي كتورد في التعليقات، اللي كنحاول انني نتفاعل معها دائما بايجابيه وبتفاعل يعني لتلبيه طلباتكم ايها المتابعون الكرام. شكرا لكم،
وما تنساوناش اخواني الكرام من التعليقات ديالكم ومن التفاعل ديالكم من البارطاج ديال هذا الفيديو باش نحاول ما امكن اننا ننشر المحتوى المفيد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.